أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندي بعض التحف الفضية، هل هذا حرام؟ وهل الأفضل بيعها وإن كانت محرمة أو رميها؟ لا يجوز اتخاذ التحف من الفضة أو من الذهب، هذا لا يجوز، وعليك أنك تحولها، تبيعها على الصاغة، يصوغونها حلي، تبيعها عليهم يصوغونها حلي، أو تعطي تواجرهم يصوغونها لك حلي، تبيع الحلي أو تعطيه لزوجتك، حولها من تحف إلى حلي، ولا تبقيها على أنها تحف أو أكواب أو غير ذلك، هذا حرام، لا يجوز اقتناء الأواني من الذهب أو من الفضة، لا يجوز. نعم.